طبقا للدراسة التي أجرتها المنظمة الأمريكية National Toxicology Program البرنامج القومي لعلم السموم، فإن مادة بروبايل جاليت مادة حافظة تستخدم في مستحضرات التجميل وفي بعض الأطعمة التي تحتوي على الدهون، قد تسبب أورام في الدماغ والغدة الدرقية والبنكرياس. كما لاحظت منظمة الـ INCAM، منظمة تهتم بالملوثات والمواد الكيميائية، أن مركبات النيترايت والنيتريت يمكن أن تؤدي إلى تطوير بعض المركبات المسببة للسرطان. يومكم جميل وإن شاء الرحمن هيبقى أجمل بأكل صحي. من زمان قوي، منذ بداية الخليقة والبني آدم بيدور على أي مكان فيه مصدر رزقه، مصدر أكله، مصدر غذاء، لأن الأكل أساسي للبني آدم، ده غريزة أساسية وطبيعية، فدايما بيروح في أي مكان يلاقي فيه الأكل، ولكن بيقعد يطور من الأكل ومن طريقة الطبخ عشان يتذوقه ويبقى مذاقه أحسن وأحسن. وفي سنة 1765 افتتح السيد بولينجر ومراته أول مطعم في العالم في العصر الحديث، كان في شارع اللوف في فرنسا، وكان بقى من الطرائف إنهم قبضوا عليه وسجنوه لأنها فكرة غريبة، أول مرة واحد يبيع طعام مطبوخ في الشارع كده، ولكن الحمد لله رفع قضية وكسبها، ومن ساعتها ابتدى كل الناس تفتح المطاعم حواليه. ومن فرنسا هندخل على مصر. علاقة الأكل مع المصريين علاقة وطيدة من زمان وعلاقة جامدة جدا، كل أعيادنا مرتبطة بالأكل وكل مناسباتنا مرتبطة بالأكل، عندك شم النسيم الفسيخ، العيد الصغير الكحك، العيد الكبير اللحمة، وفي رمضان حتى مولد النبي لازم حلويات المولد. اللحمة تلات اشكال وطيور بجنيه وريال، ويوماتي رز ومكرونة وكنافة باللوز وعلبتونة، غير السلطات والمحشيات والمشويات والحلويات. حتى عندنا في الامثال الشعبية دايما نقول لك كل اللي يعجبك والبس اللي يعجب الناس. طب بس يا ترى بعد حلقتنا النهاردة هناكل كل اللي يعجبنا؟ وبما اننا في زمن السرعة وتطور التكنولوجيا، زاد الاكلات السريعة والوجبات المحفوظة، وبعدنا عن الاكل الصحي خالص، لان طبعا الاكلات المحفوظة بتبقى اسرع وبتبقى حتى احلى في الطعم، وعشان كده زادت المواد الصناعية المضافة للوجبات المحفوظة. طب ايه هي المواد المضافة؟ المواد المضافة على الاكل بيضيفوها ليه؟ بيضيفوها عشان تحسن نوعها، عشان تحسن طعمها، عشان تحسن ريحتها، عشان كمان تطول عمرها وتحفظها من التلف. المواد دي ممكن تبقى طبيعية زي الكركم وممكن تبقى صناعية. وطبعا المواد المضافة اسمها طويل ومعقد جدا، عشان كده الدول الأوروبية عملت لها ترقيم دولي اسمه الـ INS، بيبتدي باللتر أو بحرف E وجنبيها رقم عشان يتعرفوا عليها، هل هي طبيعية ولا هل هي صناعية، ونوع المادة إيه كمان. يعني هديكم مثلا، لو E 100 لـ 199 دي بتبقى مواد ملونة، طب لو E من 200 لـ 299 دي بتبقى مواد حافظة. من أمثلة المواد المضافة مثلا هتلاقي مادة خطيرة جدا على طول في شنطة ابنك وهو رايح المدرسة، حاجة اسمها المونو صوديوم جلوتامين، بتبقى موجودة في كيس البطاطس اللي بياخدها أو ساندويتش اللانشون أو ساندويتش الهامبرجر أو ساندويتش السوسيس، ودي مادة خطيرة جدا. المادة التانية اسمها نيترايت أو نيتريك أسيد، هتلاقيها في اللحوم المصنعة زي اللانشون والهامبرجر. وفي مادة تالتة إلى حد ما يعني بيعتبروها آمنة اسمها الجيلاتين، دي بتيجي من جلد وعظم الحيوانات. الدول الإسلامية بقى بتحرص انها تجيب الجيلاتين الحلال. كل المواد المضافة دي الى حد ما نعتبرها آمنة لو اتحطت بكميات مصرح بيها دوليا. طب يا ترى بقى الضرر بيجي لنا منين؟ بيجي لنا من طريقين، يا اما حاطين مواد مضافة بنسبة اكبر من المصرح بها دوليا على العبوات كلها، او مننا احنا كمستهلكين قاعدين بنستهلك كل يوم وجبات سريعة، واطفالنا كل يوم قاعدين بياكلوا وجبات سريعة، اخد كيس البطاطس واخد علبة العصير ومعاه ساندويتش الهامبرجر، كل ده في اليوم يخلي المواد المضافة دي تتراكم في جسمه وتسبب له مشاكل خطيرة.
يا ترى بقى ايه المشاكل الصحيه اللي ممكن تحصل من المواد المضافه دي؟ بتحصل مشاكل صحيه كتيره قوي خطيره لكل افراد الاسره، بس بالذات على الاطفال وعلى الحوامل. يعني مثلا لاحظنا ان الاطفال عندها حساسيه، زادت قوي الحساسيه الايام دي، واحنا مش عارفين من ايه؟ اتاري من الاكل اللي قاعدين بياكلوه، لان الطفل قاعد بياخد عصير وبياخد لبان وبياخد ساندوتش همبرجر، فكل ده سببت له الامراض اللي زي الحساسيه وزي كمان زياده الوزن. لاحظنا طبعا كل العالم مش مصر بس بيشتكي من ان الاطفال تخنت وما يعرفوش من الاكلات السريعه ومش من الاكل الصحي. كمان حصل للاطفال ايه؟ قللت مناعتهم، كل شويه نقعد نقول ابني تعبان، ابني بيجي له برد، اصل ابني مناعته قليله، وكمان ابني اصله عامل زي القرد، ابني شقي، ده ابني بيمشي على الحيطه، حاجه مرض ممكن يجي له اسمه فرط الحركه، وهي ما تعرفش ليه، اتاري من الاكلات اللي هي بتاكلها له الام. كمان للاسف ان الحاجات دي كلها بتحمل وبتبقى عبء على الكبد وعلى الكلى، وممكن تاثر على الوظائف بتاعتهم. والاخطر والاخطر بعض الشر عليك وعلى اولادنا انها ممكن تسبب اورام. طب يا ترى بقى نعمل ايه عشان نوصل لوجبه صحيه سليمه للاسره؟ اول حاجه نبعد عن الاكلات السريعه تماما، ونبعد عن الاكلات المحفوظه والاكلات المجمده حتى لو خضار، وده بقى في ودن كل واحده ست، بلاش الخضار المجمد، وحتى البطاطس المقليه اللي ابنك بيشتريها من بره فيها ايه ما تعمليها انت جوه بطريقه صحيه، والهمبرجر كمان. تاني حاجه لازم تشوفي اي عبوة مكتوب عليها حرف الاي، لو لقيتي اكتر من اي واحدة يبقى كده فيها مواد مضافة كتير، يبقى بلاش منها وبلاش تشتريها لابنك. نمرة ثلاثة، لازم نشرب مية كتير، لان المية بتساعد على طرد السموم من الجسم وتمنع تراكم المواد المضافة. كده بقى هنوصل ان احنا وفرنا لأكلة هنية وصحية وبرضو هتكفي مية. ويا رب ارزقنا خير الاشياء واكفنا شرها. شفتوا بقى قالوا ايه عن المواد المضافة للاكل، والعلم قال ايه؟